السلام عليكم. اليوم نروحوا للملعب الدويرة اللي نقف على الجديد، والجديد هو يعني فيه زوج أمور تم يعني في هذا الملعب، هي وضع يعني تغطية المحيط نتاع الأرضية تاع الميدان بالطارطون أولا، وثانيا جلب المعدات في الملعب نتاع دكة البدلاء وكل ما هو علاقة بتسيير مباريات تاع كرة القدم. إذن هذا هو الجديد، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.